السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير عليكم. نستمر في إعطاء مادة صيدلة منظومات التبريد للمرحلة الرابعة، هندسة ميكانيكا القوى فرع التبريد والتكييف. اليوم نتواصل في الفصل الثامن، وهو موضوعنا يكون حول الـ Air Conditioning Control Systems. سوف نتناول في هذا الفصل Outside Air Controls، المينيمم Outside Air، الإيكونومي سايكل Outside Air، الإنثالبي كنترول and Static Pressure Control. وكذلك سوف نتناول في هذا الدرس أيضا اليوم Air Certification، وأيضا الهيتينج البريهيت والنورمال هيتينج. هذه محاضرتنا لهذا اليوم سوف تكون في الخوض في هذه المواضيع. نأتي أولا على الـ Outside Air Controls. نأتي على الـ Outside Air Controls. احنا هنا قبل ان نتخذ اي قرار حول كيفية السيطرة على كمية الهواء الخارجي المجهز الى الحيز المراد تكييفه، من الضروري معرفة كمية هذا الهواء المطلوب ومواصفاته ولماذا. مثال على ذلك المختبرات والاماكن الخاصة التي تحتاج الى 100% exhaust and makeup، وكذلك الكلين رومز التي تحتاج الى البوزيتيف انترنال بريشر انفلتريشن للمحافظه على منع دخول الهواء من الغرفه المحيطه اليها، لمنع دخول الهواء من السراوندينج ارياز. بينما اماكن اخرى مثل المختبرات الكيميائيه وورش الصباغه تحتاج إلى النيجاتيف بريشر لمنع خروج الهواء منها إلى الغرف أو الأماكن المحيطة بها السراوندينج أرياز، نسميها الأكس فلتريشن. هذه بالنسبة نشوفها التطبيقات اللي ناخذها اليوم. عندما لا يكون هناك متطلبات خاصة من نوعية الـ Ventilation Rate، راح نشوف كمية الهواء المطلوبة للشخص الواحد هي تقريباً 15 كوبيك بير فيت، 15 كوبيك فيت بير مينت، يعني بما يعادل 7.5 لتر بير سكند. هذا للشخص الواحد، وهذه كمية الهواء المطلوبة للشخص الواحد في بعض التطبيقات. أما في تطبيقات أخرى احتمال نحتاج إلى أكثر منها حسب نوعية الأكتيفيتي اللي يؤديها الشخص داخل الحيز. زين، هنا عندنا أكو نقطة مهمة. Where outdoor air quality is suitable, not too humid or dirty, economy cycle control may be used. هاي الفقرة كلش مقعدة. هسه نيجي راح نشتغل على الايكونومي سايكل. نيجي نشتغل على اذا ما عندنا شرط اكو عندنا. Where outdoor air quality is suitable, not too humid or dirty, economy cycle control may be used. انت القرار لك. ليش نستخدم الايكونومي سايكل؟ نستخدم الايكونومي سايكل لغرض التوفير. توفير يعني توفير المبالغ. فاول طريقه نستخدم هاي هي المينيمم اوتسايد اير. المينيمم اوتسايد اير عشان نجي على المينيمم اوتسايد اير، راح نشوف المينيمم اوتسايد اير هنا. اكو عندي 2 دمبرز، ريتين اير دمبرز اند اوتسايد اير دمبر. واكو عندي هنا
هذا الفلتر لإعادة تصفية الهواء لشيء طبيعي أن يوجد فلتر. تو الخارج من هذا الميكسر سوف يذهب إلى تو إير هاندلنج سيستم. أكو عندنا هنا heating and cooling coil، أكو بعد هنا معالجات. نلاحظ بأنه الدمبر الأوسايد دمبر على العموم يكون normally closed، على العموم يكون normally closed، والretain air dumper يكون normally open. ليش؟ أكو أسباب له. حتى أنا أضمن عدم دخول أي جزء أو جسم غريب إلى داخل الدكت أو دا إلى يذهب إلى المنظومة التكييف، يعني مما يؤدي إلى مشاكل. في حالة إطفاء هذه المنظومة، أي في حالة إطفاء الفان، يعني الفان عندي ما تدار ما تشتغل، فهذا الأوسايد إير يكون مغلق. فنلاحظ هنا بالمينيمم أوسايد إير راح الفان تسيطر على الأوسايد إير دمبر. أكو عندي هنا أكتويتر، نيوماتيك أكتويتر، فإذا أكو إشارة تجيني من الفان ويتحكم الكنترولر بالسيطرة على فتح هذا الدمبر. هذا نسميها هي المينيمم أو سايد إير. هذا المينيمم إذا كان عندي يعني المواصفات الهواء الخارجي جيدة نسميها هاي نعتبرها simplest method of outdoor air control is to open a minimum of side air dumper whenever supply fan is running. يعني dumper outside air dumper يفتح عندما when أينما كلما supply fan is running، يعني تدار. الطريقة الأخرى لغرض السيطرة هي الإيكونومي سايكل أوسايد إير. الإيكونومي سايكل أوسايد إير هسه راح نشوفها هنا اللي عندنا موجودة. عندي كم دمبر هنا، راح أشوف الأوسايد إير دمبر، هذا نورمال كلوز، الأوسايد إير دمبر نورمال كلوز، الريتين دمبر هو نورمالي أوبن اليابانة، والريليف دمبر اللي عندي normally close. هاي متفقين عليه. تني من يعني دمبر ريليف والأوسايد إير دمبر يكونان مفتوحان إلى الخارج، يكونان normally close، وذكرنا الأسباب. هسه أجي من يسيطر لي على غلق وفتح هذه الدمبرز؟ يسيطر لي على غلق وفتح هذه الدمبرز هو متحسس درجة الحرارة الثرموستات. فأكو عندي في هذه المنظومة، عندنا هنا في هذه المنظومة تو ثرموستات. الأول هو T1 يتحسس درجة الحرارة بعد خلط الهواء، خلط الهواء الخارجي مع الهواء الراجع، هنا يتحسس ويسيطر على عمل الأوسايد إير دمبر ورتين اير دمبر. بينما التي 2 يحسس درجة حرارة الهواء الخارجي ويسيطر لي على الاوتسايد اير دمبر وكذلك الريليف، وفي نفس وفي ان واحد يسيطر ايضا على الرتين اير دمبر. هاي من ناحية الليفراجر. عندما نستخدم كمية هواء خارجي ثابتة، نستخدم هاي اللي عندنا موجودة هاي الطريقة، في العديد من المرات من الضروري تشغيل الكولن كويل. أكو عندنا هنا معالجات، بدل ما نخلط الهواء نريد نسبة خلط، نريد أكو عندنا هواء خارجي فريش يدخل لنا، أكو أشخاص عندي جوا بالحيز المراد التكييف، فلازم أدخل هواء خارجي فريش لهم. فأكو معالجات راح تصير،
حتى أوصل إلى درجة الحرارة المطلوبة أو الـ desire condition اللي يحتاجها أنا. أكون أبو على الارتفاعات، بس هنا أخلط كمية الخلط العادي. عندما تستخدم كمية ثابتة من الهواء الخارجي في عدد المرات، من الضروري تشغيل الكولنت كويل حتى لو كانت درجة حرارة الهواء الخارجي منخفضة أو باردة. هذه الحاجة أدت إلى ما يسمى الإيكونومي سايكل، فإن الإير تمبريتشر درجة حرارة المسيطرات سوف تسيطر على الأوتسايد الرتين الريليف دامبرز. عندما يكون الأوتسايد إير في ديزاين وينتر تمبريتشر، في ديزاين وينتر تمبريتشر الأوتسايد إير دامبر والريليف دامبر يكونان عند وضع المينيمم اوبن بوزيشن. الاوتسايد اير دامبر والريليف دامبر يكونان عند وضع المينيمم اوبن بوزيشن. من يتحكم بها؟ عندما تكون درجه حراره الهواء الخارجي الاوت دور ملائمه. لذلك يتحكم بها من يتحكم بها من عندنا اللي عندنا المتحسس لدرجة الحرارة. والرتين اير دامبر يكون وايد اوبن، يعني وايد اوبن يعني فول اوبن اللي عندنا موجود تقريبا. هاي هو احنا نسميها اللي عندنا اللي نسميها هاي الطريقة هي الاوت اير ايكونومي سايكل. الاوت اير ايكونومي سايكل ادجستبل مينيمم. لازم نميز بين الطريقه اللي قبلها اللي استخدمناها الطريقه اللي قبلها استخدمناها. هاي هنا يقول عندي when fixed amounts of outside air are used there may be times when it is necessary to operate coolant coil even when outdoor air temperature are cool. This need gave rise to the so-called economy cycle, with outside air, with outside retain and relief dampers controlled by air temperature. When the outside air is at the design winter temperature, the outside air damper and relief dampers are usually in minimum open position as determined by ventilation and exhaust requirements.